الحمد لله الحمد لله. من أعظم الأسباب الحاملة على الاستبداد في زماننا هذا تدليس علماء السوء، ونعني بعلماء السوء نسأل الله السلامة والعافية أن يتوب علينا أجمعين. أولئك الذين ما أرادوا بعلمهم وجه الله عز وجل، وإنما أرادوا أن يصيبوا عرضا من الدنيا، وهؤلاء هم الذين تنبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، أو يجادل به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، لم يرح رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. يروى عن المسيح ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل علماء السوء كمثل الصخرة على فم النهر، لا هي تشرب ولا تدع الماء يمر، ومثل علماء السوء كقناة الحش، ظاهرها جص وباطنها نتن، ومثل علماء السوء كمثل المقبرة، ظاهرها تراب وباطنها عظام الموتى، كالقبر حفته الزهور وتحته عفن دفين. نسأل الله العافية. هؤلاء علماء السوء الآن فتنوا، بعضهم فتن، نسأل الله العافية، بالمناصب، يعني من أجل أن يكون وزيرا، أو من أجل أن يكون مفتيا للبلد، أو من أجل أن يكون إماما للجامع الكبير الذي قد يأتي فيه ذلك المستبد فيصلي. بعضهم فتن بالمال، بالترغيب، بأن يبذل له شيء من حطام الدنيا، ويحمل له شيء من متاعها، فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بعضهم فتن بالألقاب التي يفخم بها، يعني فيما مضى كان هناك قاضي القضاة، ويقال إمام الأئمة أو كبير الأئمة، مثلها أيضا في زماننا ألقاب تضاهيها وتناسب أهل زماننا. بعضهم فتن بمجرد الظهور، وأن تلتقط له الصور إلى جوار ذلك المستبد، أو أنه يتكلم عنه أحيانا أو يثني عليه ونحو ذلك. هذه كلها من الأسباب التي تجعل هؤلاء يلوون أعناق النصوص من أجل أن يبذلوها في رضا ذلك الظلوم.